ما كنتش مصدقة طبعا أني بعد مرور 23 سنة على وفاتها أن هيتم تكريمها في بلد عربي. واتفاجئت طبعا بدكتور هراتشو لما أسعدني وبلغني أن هو هيكرمها في بيروت. فميرسي جدا ليكو لأهل بيروت وللدكتور هراتشو وكل القائمين على المهرجان الزمن الجميل. والله بصي حضرتك، أنا فرحت قوي 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 لما سمعت الخبر من فترة كده، قالوا إن في تكريم لسعاد يعني الله يرحمها. فبصراحة يعني كان نفسي أشوف السيرة موجودة، وقد إيه يعني لما جيت شفت قد إيه الناس حبهم غير طبيعي والله. يعني أنا ماليش في حاجة، بس يقولوا أنت أختي حسني طب أنا هتصور معاكي، يعني فهم بيحبوها قوي. فده كان حاجة كده بتخلي قلبي يرقص كده من السعادة إن هي ربنا كرمها بحب الناس، الحمد لله. جميلة جدا، دي فيها مجهود جامد وفيها شغل وفيها فكر إن هم يقدروا يصمموا الأغنية بالديكورات بتاعتها، يعني حاجة مجهود شاق فعلا. حلوة، عملينها حلوة قوي وفيها مجهود جامد جدا، وديكور ولبس وحاجات كتير حلوة قوي قوي، يعني عملوا مجهود كبير. مفيش حد يقدر يبقى حد تاني، يعني كل فنان وليه شخصيته وليه قبوله عند جمهور. لا طبعا ما حدش يقدر خالص يبقى سعاد حسني ولا اي فنان اخر يقدر يطلع حد يقول انا زيه، ما ينفعش. يعني هي سعاد حسني واحده، وعبد الحليم واحد، وام كلثوم واحده، يعني بص ما فيش تكرار ليهم بصراحه، بيبقى في حاجات كده ما بتتكررش.